أهلا بكم من جديد. حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية قد يضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ويدفع إلى ردود انتقامية قوية. جاء تحذير وارد في رسالة مكتوبة موجهة إلى السلطات الأمريكية بتاريخ يوم الجمعة الماضي، في وقت اعتبر ترامب أن الأوروبيين يمثلون مشكلة لا تقل أضرارها التجارية على بلاده عن الصين، في أحد أبرز مواقفه الاستفزازية لحلفاء بلاده عبر الأطلسي. أمريكا أولاً، شعار انتهزه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، وسعى منذ ذاك لترجمته على أرض الواقع عبر سياسات خارجية جدلية ليست آخرها الحرب التجارية التي شنها ضد الصين ودول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. أراد ترامب مواجهة العجز التجاري الأمريكي مع الصين والذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الخارجية للصلب والألمنيوم، وإذ به ينزلق في أتون صراع اقتصادي مع دول لطالما كانت حليفة للولايات المتحدة. السياسة الحمائية والإنعزالية التي أعلنها ترامب في قمة مجموعة السبع قبلت بإعلان دول الاتحاد الأوروبي إجراءات جمركية مضادة على مئات السلع الأمريكية وصلت قيمتها نحو 3 مليارات يورو. وها هو التصعيد يبلغ أشده اليوم بعد أن حذرت المفوضية الأوروبية واشنطن من رد عالمي يتمثل بتعريض صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار لتدابير مضادة إذا نفذت إدارة ترامب تهديدها الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع واردات السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي سيء مثل الصين لكن بمقياس أصغر، إنهم يرسلون إلينا سيارات مرسيدس في حين لا يمكننا إرسال سياراتنا إليهم. انظروا ماذا يفعلون للمزارعين، لا يريدون منتجاتنا الزراعية ويقومون بحماية مزارعيهم وعلينا القيام بالمثل. تهديد ترامب هو الحلقة الأخيرة في سلسلة حرب تجارية مستعرة. الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لا يريد التصعيد، وهو ما يبرر الزيارة المرتقبة لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى واشنطن في مسعى لحل الأزمة التجارية دبلوماسيا. ولكن سياسة العين بالعين هي عنوان المرحلة إلى حين انفراجة، إن لم تأتي فستضع العالم على أعتاب حرب عالمية تجارية. ومعنا في الاستوديو صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. سيد صادق أهلا بك معنا. أهلا هنا مرحبا. في الاستوديو، هل تأخذ الإدارة الأمريكية التهديدات أو التحذيرات الأوروبية على محمل الجد، وهل هناك إمكانية لتراجع الرئيس ترامب عن موقفه؟ بالفعل هذا السؤال، هل هناك إدارة أمريكية أم هناك قرار فردي في الإدارة الأمريكية؟ هناك ما يسمى اليوم الصقور، فريق ترامب ووزير التجارة الأمريكي ومعه مستشاريه، هؤلاء هم من يتشددون في فرض الرسوم الجمركية باعتقادهم من وجهة نظرهم أن هذا الأمر يعطي أولوية للاقتصاد الأمريكي ويحسن الميزان التجاري، في حين أنه الحلفاء الأوروبيون يقولون له بأن هذا الأمر يسيء إلى العلاقات التجارية وأن الصورة لديكم مغلوطة. وسوف يسافر في آخر هذا الشهر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ليعطي الرئيس ترامب صورة مفصلة بالأرقام حول كيف أن الميزان التجاري هو إذا أخذنا مجمل السلع والاستثمارات هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس كما تظن الإدارة الأمريكية. وهذا ما قاله ترامب بأن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد يميل لصالح الاتحاد بفارق 120 مليار دولار. هذا ما يعتقده الرئيس الأمريكي فقط في بعض القطاعات، ولكن إذا أخذنا الصورة بالمجمل الاقتصاد الأمريكي يستفيد كثيرا من الاستثمارات الأوروبية، من المصانع الأوروبية للسيارات. على سبيل المثال ربع السيارات الأمريكية التي يعني تمشي في الولايات المتحدة الأمريكية تصنعها شركات أوروبية،
وبالتالي الشركات الأوروبية تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأمريكي، وتساهم أيضا بدعم المستهلك الأمريكي، وبالتالي لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يقصي حلفائه بحجة أن الميزان التجاري فقط لصالحهم، لأن الميزان التجاري لا يمكن أن يكون هو المقياس إذا ما استغنينا أو يعني استبعدنا الاستثمارات. الاستثمارات أيضا هي مهمة جدا، والاستثمارات الأوروبية موجودة في السوق الأمريكية. إذا ما افترضنا بأن هذا التهديد سوف يصبح حقيقة من قبل الاتحاد وأيضا من قبل ترامب، إلى أي كفة تميل؟ من المرجح أن يفوز في هذه الحرب التجارية كما حصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟ صحيح. الصين هي الرابحة، هنا من الرابح؟ الاقتصاد الأمريكي كان متقدما على الكل لأنه كان يبني علاقات تجارية مع كل دول العالم. الآن الرئيس الأمريكي يعتقد بأنه بسياسته الحمائية يستطيع أن يقدم للمستهلك الأمريكي أفضل خيارات، وهذا أمر خاطئ. أوروبا اليوم قد تستفيد من هذا النزاع الأمريكي مثلا الصيني لملء الهوة التي قد تتركها الشركات الأمريكية في السوق الصينية، وتستفيد من هذا الأمر وتعزز منافستها، وبالتالي تبقى الولايات المتحدة الأمريكية معزولة ووحيدة، وهذا ما حذرت منه اليوم غرفة التجارة الأمريكية التي سوف تبدأ حملة منذ اليوم ضد الرئيس الأمريكي، وهذا أمر مستغرب لأنها كانت داعمة له في الحملة الانتخابية. سوف تبدأ حملة توضح كيف أن كل ولاية أمريكية تخسر مليارات الدولارات بسبب هذا القرار الأمريكي، وبالتالي سوف تتضح الأمور أكثر. سيكون لغرفة التجارة الأمريكية تأثير قوي؟ نعم، لأن لديها 3 ملايين عضو من التجار الأمريكيين، وكانت داعمة بشكل كبير في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي عندما توضح الأرقام بالصورة بالأرقام قد تكون لها تأثير في الداخل الأمريكي والضغط على القاعدة الانتخابية للرئيس أو الجمهوريين بشكل عام. حضرتك ذكرت إلى أن عندما تحدثنا عن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد، قلت بأن ترامب لا يعي حقيقة وماهية هذا التوازن التجاري. صحيح. لأنه يعتمد على صادرات وواردات معينة. كيف اتخذ ترامب قراره بالتهديد الاتحاد الأوروبي إذن؟ هل لديه نعم. مستشارون أم من صحيح. تلقاء نفسه؟ ما الذي يحدث؟ ترامب كرجل أعمال، وهذا معروف عنه، أنه قبل أن يتولى السلطة كان يستخدم أسلوبه في التفاوض بفرض الشروط ورفع السقف إلى أعلى مستوى حتى يحصل على أكبر قدر من المكاسب، لكن هذا كان ينفع أيام كان لديه شركات. الآن لديه دولة ولديه حلفاء، وهناك أمور سياسية وأمور أمنية، لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يستخدم نفس هذه الورقة مع المنافسين مع حلفائه. هذه قد تستخدمها مثلا مع الصين، أما مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر جزء من الأمن القومي الأمريكي، أن يتهمه الرئيس الأمريكي بأنه يشبه الصين وأنها، ولكنه فعل الشيء نفسه بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني. الاتفاق النووي الإيراني أمر معاكس، لأن قد يكون هناك وجهة نظر مثلا أن إيران تستفيد في تمويل أنشطة معينة في المنطقة، وبالتالي قد يكون لديه وجهة نظر بهذا الأمر. أما بالنسبة للاتفاقات التجارية مع الحلفاء فهذا الأمر لا يمكن أن يتم، خاصة مع الأوروبيين الذين كانوا يعتبرون الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري لهم في العالم. في ظل ضغط غرفة التجارة الأمريكية وأيضا ضغوط ربما من أوساط سياسية أخرى، ما نسبة تراجع الرئيس الأمريكي عن موقفه؟ أعتقد اليوم بعد تحذير جنرال موتورز وغرفة التجارة الأمريكية وهذه الحملة، أعتقد أنه سوف يكون هناك، ولقاء جان كلود يونكر مع الرئيس الأمريكي نهاية الشهر، أعتقد سوف يكون هناك عودة للمفاوضات لحفظ ما وجه الرئيس الأمريكي، ومن ثم تأخير هذا القرار، وثم أعتقد سوف يكون هناك عدول عنه. شكرا جزيلا لك سيد صادق الركابي مدير المركز العالمي.